عمليات المقارنة. تقوم عمليات المقارنة بإجراء الاختبارات على المعاملات، وتعيد القيمة المنطقية ترو في حال نجاح الاختبار، وتعيد القيمة فولس في غير ذلك. إن هذه العملية مفيدة جدا للتحكم في بنية الكود، كما يحصل عند إضافة عبارات if أو y. إذا أردت اختبار فيما لو كان محتوى المتحول x أصغر من 5، فإنك سوف تستخدم العملية أصغر من، وستكتب الشرط x أصغر من 5. لو كانت قيمة المتحول x هي 3، فإن هذا الشرط سيعيد القيمة true. أما لو كانت قيمة المتحول x هي 7، فإن هذا الشرط سيعيد القيمة false. يوضح الجدول التالي عمليات المقارنة ودلالة كل منها، ونتيجة تطبيق كل منها على المتحول x الذي يحوي القيمة الصحيحة 4 كمثال على ذلك. عملية المساواة: الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن. عدم المساواة: الطرف الأيسر لا يساوي الطرف الأيمن. عملية التماثل: الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن وهما من نفس النوع. العملية أكبر: الطرف الأيسر أكبر من الطرف الأيمن. العملية أكبر من أو يساوي: الطرف الأيسر أكبر من الطرف الأيمن أو يساويه. أصغر من: الطرف الأيسر أصغر من الطرف الأيمن. أصغر من أو يساوي: الطرف الأيسر أصغر من الطرف الأيمن أو يساويه.